السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إلى حيث كنا وصلنا ومن حيث كنا وصلنا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله وغفر له في كتابه شرح السنة، قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: كان يقول، أو قال: كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، لا يذكرون عليا رضي الله عنه، هكذا. فذكر على ما هو عليه، لكن بعد ذلك اتفقت الأمة قطعا في زمن الصحابة وغير الصحابة أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الإطلاق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. نعم. قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. رضي الله عنهم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وكلهم يصلح للخلافة. نعم. الباقي العشر المبشرين بالجنة وهم طلحة والزبير وغيرهم، هؤلاء أفضلهم بعد الخلفاء الأربعة. وقد يكون هناك بعض الناس يفضل عليا رضي الله عنه على عثمان، وهذا الذي يسمى أن في هذا الشخص تشيع، تشيع، لكنه مع ذلك كان يعترف بفضل أبي بكر وعمر وعثمان، ويعترف بصحة خلافتهم. لكن المخذول الذي يقول إن عليا رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ثم يزيد على هذا أنه يكفر جميع الصحابة، فهؤلاء كفرة وهم يريدون أن يهدموا ديننا ولا شك فيه. نعم. ثم قال: أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار. نعم. وهم من صلى القبلتين، وكما جاء: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، يشير إليه الإمام المصنف القرن الأول الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، من الأوائل الذين هم صلى القبلتين. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أو شهراً أو سنةً أقل أو كثرة. نعم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها أو تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، ذلك هو الفوز العظيم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى فضل بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعض، وكانت الأمة
أو كانت الصحابة في زمنهم يعرفون، ثم الأمة السلفية قد اتفقت على أن بعدهم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته. نعم. ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. ولعلكم تذكرون أن هناك كتابا يسمى طبقات ابن سعد. ابن سعد رحمه الله قد جعل الصحابة أربع طبقات، وأيضا جعل المؤلف أربع طبقات، ابن سعد جعل خمس طبقات، والحاكم جعل الصحابة 12 طبقة، طبقة هكذا، الذين أسلموا بمكة، ثم الذين ثم أصحاب الندوة، أصحاب الندوة يقصد به هو كأنه الذين خرجوا وهم في دار الندوة كانوا يستشيرون ويشيرون على منع دين الله تعالى وعلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج منهم عمر رضي الله عنه وبعضهم، فجعل الحاكم أصحاب دار الندوة، هؤلاء هم الطبقة الثانية، والذين أيضا ثم بعد ذلك المهاجرون الأنصار وغيرهم، فجعل فيهم 12 طبقة، منهم من أسلم بين الحديبية بين الذين هاجروا إلى الحبشة أيضا، ثم من أسلم بين بدر وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين بدر وبين الحديبية، ثم بين الحديبية بين الفتح، ثم بعد الفتح عدة طبقات، فعلى هذا جعل هو 12 طبقة. نعم. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. بكلمة يقصد به كلمة نكرة، ليست كلمة معرفة وكلمة معروف، بكلمة أي كلمة منكرة، فاتهم أصحاب رسول الله كما قال: هؤلاء الروافض قاتلهم الله، قالوا: لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة إلا أربعة: مقداد وسلمان و أما لا مقداد وسلمان و أبو ذر، أما عمار فقد حاص حيصة ثم سلم، يعني كأنه أراد أن يكفر ثم سلمه الله تعالى. فهؤلاء في الحقيقة كما قال أبو زرعة هم أعداء الدين، يريدون أن يهدموا ديننا، لأن ما جاء القرآن والسنة إلا عن طريق هؤلاء، فإذا اتهموا شهودنا فقد هدموا ديننا. ألا هذا معنى قول أبي زرعة رضي الله عنه ورحمه؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. نعم. بأيهم اقتديتم اهتديتم. فيقول هنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. صحابة رسول الله كلهم هادون مهتدون وهادون لا شك فيه، لكن هذا الحديث موضوع ضعيف لا يجوز روايته، لا تجوز روايته إلا ببيان وضعها، لأن هذه موضوعة: أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد يظهر بعض الجوانب، مثلا أن هناك بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لهم آراء خاصة، مثلا عبد الله بن مسعود كان يرى أن المعوذات ليست من القرآن، إنما نزلت ليتعوذ ويرقي به صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذا خلاف ما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرين. كذلك كان عبد الله بن مسعود إذا ركع كان يطبق تطبيق، يجعل يديه بين الركبتين، والسنة التي رواها الصحابة الآخرون أنه يضع يديه على ركبتيه أو يضع كفيه على ركبتيه ويقبضهما، هكذا جاء. فإذا قلنا أنه بأيهم اقتديتم اهتديتم، قد يكون هنا خلاف ما يريد الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الآخرون كانوا يعرفون أن هذا من كتاب الله عز وجل المعوذات،
كذلك وضع الركبة أو وضع الكف على الركبة عند الركوع، هذه هي سنة جميع الصحابة، لم يروى عن أحد منهم خلافه. فبذلك نقول أيهم اقتديتم أولا معناه أيضا غير واضح وغير صحيح، وهم لا شك فيه بهذا، خاصة في هذه الأمور إذا أخذ الإنسان بقول ابن مسعود فقد يكون لا شك أنه مخالف لسنة رسول الله، لكن ما ذلك لا يخرجون عن الهداية. الابن مسعود رضي الله عنه لم يخرج عن الهداية والاهتداء الحمد لله، إلا أن هناك اجتهادات، فقد يكون المجتهد مخطئا ويكون له الأجر. نعم. وقيل إنه رجع عنه فيما بعد. أيوة. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلاف، لا شك فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن السمع والطاعة للأئمة هذه من أهم أمور الدين في الحقيقة، وكلما أخل السمع والطاعة أخلت الأمة في زمن من الأزمان فذاقت الأمرين من خروج على الأمة أو نزع يد الطاعة من الإمام. فيكون وقد قرأنا من قبل في دورة أحاديث كثيرة في هذا، من خرج عن الإمام مات ميتة جاهلية، والخروج لا شك أنه لا يأتي بخير مهما كان، وإن كان فاجرا يجب أن يطاع فيما يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله. ونقول دائما حتى أن دم المسلم ليس يسيرا وليس رخيصا، فإن دم المسلم أعظم عند الله من حرمة، إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فيجب على المسلمين أن يحافظوا على دماء المسلمين ولا يريقوها في أمور لا تجيزه الشريعة. فالآن الذين يخرجون على الدولة أو ولو كانت دولة كافرة وأنت تحت دولة كافرة، ما حق ولا استقام أن تصيح أو تثير الناس أن يخرجوا عليها إلا إذا كانت هناك قوة كافية، ويكون هناك إمام للمسلمين فيقود الناس إلى الجهاد، ما هذا لا شك به. أما إذا كان إضاعة أرواح المسلمين وفناء المسلمين فهذا لا شك أنه لا يأتي بخير أبدا. وليس هناك، ربما هناك عسور قد ما قرأنا، لكن نحن الآن أمامنا هذا حاصل، نرى ونسمع أمامنا أن من خرج في بلاد المسلمين في هذه الأيام ماذا صارت مسير، ماذا صار مسير البلاد؟ أولا العدو الذي يتربص بك الدوائر ما كان يجد فرصة ليدخل في بلدك إلا لما تشقق وانشق المسلمون فيما بينهم وصارت أحزابا، فكل واحد يجري لأن يقوي حزبا ويكون الدماء بين المسلمين ويمتص أموال المسلمين ودماءهم. وهذا الذي حصل في ليبيا، وهذا الذي حصل في تونس من قبل، وهذا الذي حصل في مصر ويحصل كذلك في العراق في اليمن، ما كان ليدخل الرافضة فيها من قبل إلا بعدما دعوا والخروج على الحاكم. مهما كان الحاكم إذا كان يقيم الأمن فلا يجوز الخروج عليه، وإن كان فاجرا كما اتفق الأئمة. ولا شك أن هذه الأمة الوسط لها آراءها الوسطية التي كما قال السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وكان يوجد في كل زمان خوارج وغيرهم لهم أفكار سيئة، وفي زماننا هذا هناك لا شك فيه أن أحزابا يريدون أن يخرجوا على كل دولة قائمة، ما رضوا بأي دولة، بدل أن يحاولوا إصلاح الحاكم فيريدون خلعه ويريدون قتله، فوراءه تحصل لا شك فيها مفاسد كثيرة. وذلك الأمة ينبغي أن تأخذ تجربة مما تمر عليها من الأيام العصيبة من تفرق المسلمين وضعف المسلمين وتحزب المسلمين يقدر بعضهم بعضا، والله المستعان. نعم. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى
أن عليه إماماً برًّا كان أو فاجرًا. نعم، من ولي الخلافة بإجماع الناس. ما معنى إجماع؟ ليس كل واحد يدلي بصوته في صناديق الاقتراع وغيره، إنما كما عرف أول دولة حكومية والخلافة الإسلامية التي قامت والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يدفن، بأي طريق حصل؟ اختار كبار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه بايعوه، وكل من وصل الخبر إليه فقد رضي وكأنه بايع على يده، فصار هو تحت هذه البيعة ببيعة أهل الحل والعقد كما يعبر عنه الكتب أحكام السلطانية ماوردي وغيرهم. فنقول الإجماع هنا يحصل بهذه الصورة، وليس معناه أن قد يكون هناك بعضهم يخالف، لكنه مخالف لما عليه السنة. ما حق له الاستقام أن يتكلم بشيء إذا كان أكثر الناس قد يكونوا قد اتفقوا عليه. فالإجماع لا يحصل إلا أن الكبار الدولة أو كبار الناس من الوزراء من الأمراء وكذلك من العلماء إذا بايعوا فصارت البيعة للناس عامة، وبهذا تحصل إجماع الناس عليه ورضاهم به. لا بد أن يرضوا، فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد نعم أن يبيت ليلة لا يرى ولا يرى أن عليه إماما. يجب أن يعرف أن الناس الذين أمموه وجعلوه إماما هو إمامي، لا يجوز له أن يكون منكرا لإمامته، سواء كان برا هذا الإمام أو فاجرا. فاجر الفجور لا يصل إلى الكفر، حتى لو تسلط عليك كافر فله حكم أيضا، كما قلت أنه لا يجوز للمسلمين أن يريقوا دماءهم ويجعلوا نواصف أحزمة وأشياء. القتال الفردي هذا أو القتل الفردي هذا ليس له أصل في دين الله تعالى، والدليل عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أمر أحدا وهم كانوا يجلسون في ظل الكعبة بعدما ينحسر الظل، كانوا يجلسون هناك، ما أمر أحدا أن يأخذ سكينا أو سيفا أو حجرا فيقتل أبا جهل أقتل أبا لهب. ليس هذا خاصة هذا الذي يجري في بلاد الإسلام انتقاما لما ظلموا، هذا ليس من دين الله. فالصبر ثم الأمر إلى الله، لا بد أن يلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى إن شاء الله. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم. ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. نعم، الحج والغزو يجب أن يكون هناك إماما للحج، يا إما أن يكون الإمام الأكبر خليفة المسلمين يدير الحج كذلك الغزو، أو من ينيبه. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي قبل حجه أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا الحج، وأرسل علي رضي الله عنه لإعلان البراءة من المشركين، وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أشرف على الحج صلى الله عليه وسلم. ويجب ألا ينكر أن الحج لا يقوم تحت رأية فلان الفلاني وكذا وهذا لا أرضى به، لا يجوز بها هذا الكلام أو هذه العقيدة من أحد من أفراد الأمة. فالحج والغزو مع الإمام ماض أي مستمر، يجب أن يكون يحضر كل مؤمن يقدر، إذا استنفر الإمام للغزو فلا يتخلف أحد ممن يستطيع. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائز أيضا، لا يجوز حتى لو كان فاجرا لكنه يقيم الجمعة، ولا يصل فجوره إلى الكفر، وإن كان هو يصلي فيجب على المسلمين أن يصلوا وراءه جمعة وجماعات، ما حق ولا استقام أن يتخلف أحد منهم. ويصلى أو يصلي الإنسان بعدها بعد الجمعة 6 ركعات،
هكذا قال المصنف رحمه الله الإمام البربهاري يفصل بين كل ركعتين، وهو أحال هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهذا بالفعل موجود هذا المنقول في طبقات الحنابلة عن غير واحد من الأئمة أن الإمام رحمة الله أو من أصحاب الإمام أنه قال ست ركعات، لكن لا دليل على الست مطلقا، لا دليل على ست ركعات بعد الجمعة، والذي توارد وتوارث الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ركعتان في المسجد في بعض الأحيان وركعتان في البيت، أو ركعتان في أربع ركعات في المسجد أو أربع ركعات في البيت، فكان لا يزيد بعد الجمعة على أربع ركعات صلى الله عليه وسلم. فالقول ست ركعات هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الخلافة في قريش معروف، قريش قبيلة قوية كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الجاهلية أيضا كانت أقوى القبائل، أقوى القبائل، وبحكم كونهم سدنة لبيت الله ومجاورين لبيت الله تعالى كانت لهم هيبة وهيئة خاصة في قلوب الناس، ولذلك قالوا هذه الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. أحاديث جاءت بهذا المعنى في روايات كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ولو بقي اثنان. فلا شك فيه أن من شرط الحصول الخلافة شروطا قد يجب أن يتوفر في أي حاكم مسلم، أي خليفة مسلم من المسلم، أي خليفة مسلم. فما هي الشروط؟ إذا وجدت هذه الشروط في قرشين وفي غير قرشين وكلاهما كفر سيرهان سواء بسواء، فيفضل القرشي، وهذا ما قال وأجمع عليه العلماء. لكن إذا كان القرشي ليست عنده فضيلة إلا كونه قرشيا، والآخر يكون قويا كذلك عالما كذلك لا يكون جبانا كما قالوا ويكون معروفا لدى الناس بالصلاح والتقوى، فلا شك أن غير القرشي يكون هو المنتخب والمختار من قبل المسلمين، ولا يجوز أن ينتخب فيهم من لا يكون له علم ومن لا يكون له عبادة ومن لا يكون له عدالة، لا بد أن يكون عادل أيضا كما ذكروا الشروط، قالوا يعني لا بد أن توجد فيه الشروط، لأن الغاية من تنصيب الإمام هي حراسة الدين وسياسة الدنيا، فإذا كان القرشي ضعيفا ولا توجد فيه قوة في قلبه أو قوة في جسمه قوة في رأيه، فغير القرشي يجب أن يختار غير القرشي، لأن المقصود إعطاء الحق صاحب الحق، وما دام هو الذي يستحق هو يقدر أن يدير الخلافة الإسلامية ويدير أمور المسلمين بعدل وبإنصاف وبقوة ويقاتل العدو فهو المستحق. فالحديث لا شك أنه صحيح، لكن أمرنا الله تعالى بطاعة أولياء الأمور أيضا، وإقامة الدين كما جاء في الحديث أيضا الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، ما أقاموا يعني ما داموا يقيمون الدين، فإذا ضيعوا الدين ولا يقدر أن يقيم قرشي وانتخبوه خليفة يجب أن يحاول في إفهامه وتفهيمه وإلا تنحيته بالحكمة، ويؤتى بشخص يكون إن شاء الله يقدر إقامة الدين. نعم. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره لا بد أن يقوم به. فالشروط التي ذكر العلماء لا بد أن يوجد أن يكون
على ما ذكر بعضهم أن يكون عالما بدين الله تبارك وتعالى، مجتهدا عدلا رضا عند الناس، رضا عند الناس. وإذا لم توجد هذه الشروط في القرشي فغير القرشي لا شك يكون أحق منه. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا في باب الخلافة والولاية والسلطنة، فيكون اتفق العلماء على أنه بالنصوص إن شاء الله اتفقوا على أنه إذا تغلب أحد على الحاكم السابق، أولا إذا وزننا المسألة بالسنة وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بويعا لخليفتين، الخليفة قائم الحمد لله والناس مطيعين له، فنادى أحد ليكون خليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الآخر. فرضنا أنه واحد خرج على الدولة وأراد أن يأخذ الحكم فتسلط بقوته وأقام الأمن واستتب الأمن والأمر على يديه، ففي هذه الحالة أولا كان باغيا ثم بعد ذلك صار خليفة للمسلمين، لا يجوز أن يحاول خلعه ولا يجوز أن يحاول لا يجوز أن يعصى، لا بد أن يطاع أيضا. فإذا تغلب وأقام دين الله تعالى وتحت الناس صاروا تحت يدي، فيجب على الناس كلهم أن يقبلوه خليفة المسلمين ولا يعصوا أمره إلا إذا رأوا كفرا بواها. هذه خلاصة السنة الحديث التي جاءت في هذه المسألة إن شاء الله. نعم، فقد يقوم بالسلاح وغيره وتغلب، وهذا معنى مما ذكر العلماء اسمه واطيه ولو أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. مجدع الأطراف، هذه الرواية جاءت بلفظ تعمر عليكم ليست بصحيحة، فذهب غير واحد من العلماء أنه أمر عليكم ولا يجوز العبد أن يكون خليفة، هكذا قالوا. وهذا الأمر أيضا ليس يعني بواجب بالحقيقة، إذا كان العبد وقد أعطاه الله من الصلاحيات ومن كأنه من قوة العقلية وقوة جسمية والحكمة وغيرها، فممكن أن يكون إن شاء الله هو نفسه أيضا حاكما يختار. نعم، فلا يقال ولو تعمر بالقوة لو كان لفظ هذه ثبتت، لكن ما ثبتت، ولذلك كثير منهم قالوا ولو أمر من الخليفة أحد عليكم من العبيد على الزكوات وعلى ولاية البلد وعلى كذا فاسمعوا وأطيعوا. وقال النووي وغيرهم أنه لا يجوز أن يكون العبد مثلا خليفة، وهذا القول ليس بواضح، ما دام الخليفة الذي يكون قد تغلب عبد، كان كثير في الأيام الأخيرة في الخلافة الإسلامية جاء هؤلاء كثير منهم الذين كانوا أصلهم عبيد وكذا، وجاءوا وحكموا وقبل العلماء حكمهم. نعم، فالحاصل على كل حال إذا كان أحد تغلب، وخاصة إذا كانت الأمور غير مستقيمة، ففي هذه الحالة قام ليجعل إن شاء الله الدين يقيم الدين كما ينبغي وفي الحاكم السابق، فإذا كان تغلب بالقوة فيجب أن يكون هو حاكما وهو الخليفة، ولا يجوز أن يتكلم أحد عليه بالخروج ولا بالإشارة. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. نعم. وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وبيتته ميتة جاهلية. إيه نعم، يكون في بالنا على إمام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان برًا أو فاجرًا بحيث لا يصل فجوره إلى الكفر مثلًا، فإذا خرج على هذا الإمام وأقام هذا الإمام الأمن وعدل وكذلك الناس في مأمن وفي ساعة من الرزق وغيره من غير خوف، ففي هذه الحالة إذا خرج أحد فهو خارجي وقد شق أصل المسلمين
وخالف الآثار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يده عن طاعة الأمير فقد ومات مات ميتة جاهلية. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: نعم. اصبر وإن كان عبدا حبشيا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو في الحقيقة: وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان السلطان عبدا حبشيا فلا بد أن تصبر. وفي روايات أخرى: قد مضت بنا من قبل، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تنزع يدك عن طاعته، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حتى تلقوني على الحوض، الحديث في صحيح البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني، ألا تستعملوني كما استعملت فلانا، أي اجعلني عاملا من عمالك، ربما عامل على بلدة ويكون هو والي البلدة، أو يكون عاملا على الصدقة أو أي شيء، ألا تستعملني كما استعملت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني الناس يؤثرون أنفسهم ويؤخرونكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهنا دل على أنهم ولو كانوا مظلومين أو أفراد الأمة بعضهم كان مظلوما، ما ذلك لا يخرج يده عن طاعته. نعم. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وهذا كله كما أخبر غير واحد من الأئمة في قديم الزمان إلى يومنا هذا، ابن تيمية رحمه الله من قبله ناس قالوا: ما رأينا أن دولة خرج عليها أصحابها إلا وقعوا في شر مما كانوا يريدون إزالته، كانوا يريدون إزالته وقعوا في أشر منه. فهذا هو لا شك فيه، فيه فساد الدين، فيكون المسلمين غير آمنين في دينهم وفي دنياهم أيضا إذا لم يكن الأمن. ولذلك قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فمهما كان الناس في رفاهية وفي وكثرة العيش ووفرة الأموال، لكن ما ذلك إذا لم يكونوا في أمن، فلا شك أنهم يكونون في ضيق وفي حرج وفي ضرر كثير جدا، فيفسد دينهم ودنياهم في هذا العالم. يجب على الناس والذين يثيرون من المفكرين، ليسوا في الحقيقة هؤلاء علماء السنة الذين أثاروا في اليمن، أثاروا في مصر، ونحن نسمع كأن أصواتهم ترن ويقول اخرجوا على هذا الظالم، ويقولون إن الخروج لا يجوز، إن كان فتنة هذه فأنا داخل في هذه الفتنة. وسجر النار واشتعلت الدنيا كلها، ثم ذهب إلى مغارته وجالس هناك بأهله، وربما أهله يدرسون في لندن وأمريكا وغيرهم وغيرهم. هذا واقع الأمر، نحن نعرف هذا، يعني ليست غائب أن حالة أولئك. نعم، هذا وارد بالفعل. فالمسألة في الحقيقة كأنهم يسجرون نار الفتنة، فسوف يتحملون وزر هؤلاء جميعا. هذه معروفة لديكم، تعرفون أيضا كذلك في اليمن الذين قاموا كانوا ينادون، وقال كل هل لا يخفى الأمر أن الخروج لم يأتي بخير في بلد من البلاد. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم، في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم. نعم. ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. نعم. يحل قتال الخوارج، بل يجب قتال الخوارج، لا يقال يحل فقط إذا زاد شرهم
كما كان زاد شرهم في زمن علي رضي الله عنه. والخوارج أول فرقة انشقت عن الأمة، وكانت من أقصى الطوائف في الحقيقة، الله المستعان. فلما كان بين علي وبين معاوية وأرادوا الصلح، فاستحكموا أو تحاكموا إلى أبي موسى العشري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فماذا قالوا؟ قالوا حتى حاكموا إلى الرجال ولا حكم إلا لله فقد كفروا، لا حكم إلا لله فقد كفروا، وخرجوا وقتلوا ناسا كثيرين، وتمركزوا في حروراء، حرورية ننتبه بهذا المعنى. فكان خوارج تمركزوا هناك، فكل من وجدوا قتلوه، حتى قتلوا عبد الله بن الخباب وجاريته التي كانت حاملة، بقروا بطنها إلى آخره. فالحاصل أن هؤلاء أول ما خرجوا فكان خروجهم تكفير الصحابة وتكفير المسلمين عامة، وثم سارت كأنها عقيدة وطائفة لها وصولها من أصل الوصول، أنه كل من ارتكب الكبيرة فهو كافر خالد مخلد في النار. المعتزلة بالعكس، المعتزلة فيما بعد جاءوا قالوا من ارتكب الكبيرة فهو في منزلة بين منزلتين، لا في النار ولا في، لا هو مسلم ولا هو كافر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهم يقولون أنهم مخلدون في النار. أما الخوارج فقالوا هم كفار في الدنيا يستحقون القتل، وفي الآخرة مخلدون في النار. فهذه الطائفة في الحقيقة في كل زمان تكون موجودة. هناك ناس يقول أين هذه، كنا ندرس الفرق هذه وندارس، فبعضهم يقول هذه طوائف كانت سادت وبعدت، ما توجد الآن، لكن لم تكن في الماضي طائفة ضالة إلا إلى الآن أفراد منها موجودين، وخاصة الخوارج الذين الآن في هذا الزمان في الحقيقة بالفعل كانوا منهم مسلمون ثم انضم إليهم كفار أيضا، وهذا واقع الأمر. هم يعرفون كيف ينكلوا بالمسلمين، فلما رأوا أن المسلمين يكفرون كل من يخالفهم فانضم إليهم، حتى الكفار وهم ليسوا مسلمين، والدواعش من هذا المعنى بكل وضوح بالحقيقة، فيهم كفار من الهند وفي كفار من أمريكا. فقول المصنف يحل قتالهم بل يجب قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم، وهذه السنة تؤخذ من أول ما خرجوا في زمن علي رضي الله عنه. فأمر علي رضي الله عنه ألا يقتل أسيرهم ولا يجهز أو يجهز على جريحهم، بحيث إذا كان جريحا فلا يقتل ولا يؤخذ فيئهم، ولا إذا كان مدبرا لا يتبع يترك الذي. ولذلك نقل عنه أنه قال إخواننا بغوا علينا، فلا يكفرون، لكنه هناك إذا كان بالفعل ينكرون نصوصا واضحة صريحة بالعناد فقد كفر العلماء وأجازوا قتلهم. فالحاصل أن علي رضي الله عنه كان أمر ألا يجهز على جريحهم ولا يؤخذ فيهم ولا يتبع هاربهم أو مدبرهم ولا يؤخذ فيهم، على هذا استقر الأمر في هؤلاء. لكن إذا جابه الخلافة الإسلامية أو المسلمين فيجب قتالهم، فمن قتل فدمه هدر لا شك فيه، ومن قتلوهم ومن قتلوه من المسلمين وهو إن شاء الله في الجنة كما جاء في الروايات. نعم. ولا يتبع أي لا يتابع ولا يعقب إذا أحد منهم أدبر وهرب. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل من كان من أهل الإسلام. لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق، كذلك قوله تعالى في سورة لقمان وإن جاهداك الأب والأم وهم أقرب الناس إليه وأحق الناس عليه، لكن ما ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا، أنه لا طاعة لبشر مهما كان، والأب والأم هم أحق الناس على الابن وعلى البنت وعلى أولاده، مع ذلك لا يجوز أن يطيعه في معصية الله. كذلك إذا كان الخليفة يأمر الناس بالمعصية فلا يجوز أن يطاع في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. يقول: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الخالق من كان من أهل الإسلام، ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. هذا والله أعلم يحتاج إلى تفصيل. إذا كان يريد بعمل خير وشر، يعني أنه هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فلا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن إذا كان رأينا أمامه أنه يأتي بالخير، رأينا أمامه أنه يرتكب الشرور، ففي هذه الحالة أنتم شهداء الله في أرضه، ولا تقوم الدين إلا بشهادة الخير وبشهادة الشر. ولا علوم الحديث خاصة الذي فيه الجرح والتعديل، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان كذا، نشهد له إذا كان الناس قد شهدوا له وعلموا أنه كان يكذب، فلا يقال إنه لا نشهد، لا يشهد له بعمل خير ولا شر. نحن نقول فيما ظهر لنا أنه يعمل خير، يحضر الصلوات، ومن يحضر الصلوات ولا يظهر لنا فيه نفاق أو شيء، ونحن نقول إن شاء الله فيه خير. فالتزكيات عامة، وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقد جرح بعض الناس وقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، كل هذا على ما يعلم الإنسان فيه من الخير والشر، لابد أن يذكر عند الحاجة وليس للغيبة، عند الحاجة ومصلحة الأمة. أما أن نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار، لا نشهد إلا من نطق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين، وكذلك من المرأة التي كانت تسرع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن أدعو لك ألا تسرعي، وإن صبرت فلك الجنة. فكان عبد الله بن عباس يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة تمشي على وجه الأرض من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. فيكون نشهد باليقين للجنة والنار من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن شهد لهم النار، وإلا غير هذا بظاهر العمل لا نشهد له بالجنة والنار، لكن نشهد له بالخير. ولذلك كأنكم تعرفون أن هناك ما إذا زكى أحد أحدا فيقول: ولا أزكي على الله أحدا، بحيث لا ندري إذا كان من أهل الشر ولعله تاب وكانت خاتمته بالخير، وإذا كان من أهل الخير ولعل خاتمته يكون، والله المستعان، والمرء يبعث على ما مات عليه. فإنك لا تدري بما يختم له، هذا واضح جدا، والحديث واضح في هذا الباب، أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم. المصنف قال ودليله الحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا أو لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل لو مات عليه يعني دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح،
ولذلك يدعى دائما اللهم اختم لنا بالخير والخاتمة بالخير له معنا. نعم، فلا نشهد له بالجنة والنار، لكن نشهد له إذا كان رأينا ما رأينا وما شهدنا إلا بما علمنا. علمنا طول دارنا زاملناه 40 سنة، كيف نتركه ونقول ما أدري؟ هذا لا يجوز، وإلا تتعتى المصالح أن الدنيا والآخرة. نعم، وما أحدث الله له في ذلك الوقت إذا ما دار الإسلام، نرجو له رحمة الله. نعم، ندعو له ونخاف عليه ذنوبه إن كان له ذنب، ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. ليش تركت هذا؟ وما من ذنب إلا وله وللعبد منه توبة. نعم، لا ييأس الإنسان. يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي لا تنصرون من قبل أن يأتي من نعم. فيكون لا يجوز للإنسان ولا ييأس من رحمة من روح الله إلا القوم الكافرون. فيجب أن يعرف أن الله تعالى يفرح بالتوبة، ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. الشرك أعظم الذنوب. إذا لقي الله إنسان لقي الله إنسانا مشركا فإن الله قد وعد إنه أو أعلن إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قبل الموت في حالة الصحة والعافية ليس بالغرغرة، إذا كان تاب من الشرك أيضا فقد يكون والله أعلم كافر، وقد يتوب من كفره آخر لحظة قبل موته بشرط أن لا يكون في حالة الغرغرة ولا طلوع الشمس من مغربها كما جاء فيها، بشرط أن لا يكون في الأوقات التي لا تقبل فيها التوبة، ولو كان لم يسجد سجدة قط إلا أنه قال لا إله إلا الله ولم يجد فرصة للعمل، فهو من أهل الجنة إن شاء الله. نعم، فما من ذنب إلا وللعبد منه التوبة. يجب عليه توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى للعباد، ولكن العباد غافلون عما أراد الله تعالى. نعم، والرجم حق، والمسح على الخفين سنة. نعم، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفرة. نعم، هنا والمسح والرجم حق. الرجم حق، الرجم معروف، هو لا الرجم بمعنى الرمي بالحجارة، وأما في اصطلاح الشرع فإذا زنى اثنان أو زنى واحد والثاني واحد محصن والثاني غير محصن، فالمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. فالرجم حق، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت واقعتان أظن لا ثالث بعده، قصة ماعز بن مالك الأسلمي وقصة الغامدية الجهنية، اللذان قد رجما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما محصنان متزوجان زواجا شرعيا، ثم وقعت منهم هذه الفاحشة. فحق لا يجوز لخليفة المسلمين أن يعطله، لا يجوز لخليفة المسلمين. الله بارك الله في هذه البلاد أن تكون على ما كان دائما على سنة رسول الله وعلى دين الله تعالى، وقد رأينا الرجم وقد رأينا قتال اليد. نعم، فندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم الأمن والأمان والدين والإيمان في هذه البلاد كما كانت وحتى تقوم الساعة إن شاء الله. فهنا الرجم حق لا شك فيه، ولعلكم تعرفون أن هناك قولا لعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وأقلناها، قرأناها، كان في كتاب الله تعالى نزل به جبريل عليه السلام
فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني هو يقول في خلافته، ولعل هناك وقائع جاءت في زمن أبي بكر ثم في زمنه هو، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فضيلة فريضة فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق. هو الذي قال المصنف الرجم حق، ألا من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. رواية مسلم. إذا كان الحبل أيضا الحمل من غير زوجها كيف يثبت؟ وهذه له على كل حال مهما كان قد يعرف، وزوج مسافر في مدة طويلة وحملت زوجته، فإذا عرف حالها فهل يستر أم يبلغ الحاكم؟ هذه مسائل موجودة على كل حال. لكن إذا ظهر الحمل وانتشر بين الناس فلا بد أن يؤخذ منها، لا بد أن يحقق فيها أيضا، يحقق فيها أيضا كما جاءت بعض الروايات أن هناك لعلها تكون قد أتت، أن الصحابة أعذار لمثل هذه، قالوا لعلها قد أكرهت، ولعلها هي مجنونة قد أتيت بها لجنونها مثل هذه. إذا خلى عن هذه الأعذار الأمر فيجب على الأمة أو على المسلمين أن يرجم على الأمير، أمير المؤمنين يأمر برجمها لا شك فيه. نعم. وقول عمر رضي الله عنه قال أن فيضل بطريقة قد بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه وأنزل عليه آية الرجم، والرواية في آية الرجم هذه صحيحة حسنة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. هذا الحديث نكالا من الله ورسوله جاء من طرق كثيرة، وفي بعضها فرفع فيما رفع، في بعض هذه الروايات يعني نسخت هذه الآية مما نسخت من الآيات الأخرى. فنقرأ في كتب أصول التفسير وإتقان وغيره تنظرون فيه، فيمثلون للمنسوخ تلاوة المحكم حكما، يعني الباقي حكما، فحكمه حكمها باقي ونسخت تلاوته، وهذا حكمة الله تبارك وتعالى. فروى هذا الحديث عدة الأئمة، أبو طيالسي وابن منصور وحاكم والإمام أحمد رحمه الله، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. فالرجم حق لا شك فيه، ولا يجوز للمسلمين أن يحتالوا على إسقاط الحق بطريق من الطرق. نعم. واعلم أن الدنيا دار مسألة الخفين هذه أيضا سنة لا شك فيه، ينكر أن تنكره الخوال الشيعة. نعم. عمر رضي الله عنه خطر بال، وهو أن عمر هل كان في زمن الصحابة في زمن عمر أحد ينكر كون الرجم حقا واجبا؟ ما كان يوجد، لكن الذي يظهر أنه الحمد لله المحدث، إن يكن في أمتي محدث فهو عمر، كان يحدث الله تبارك وتعالى، أو يحدث من عند الله تبارك وتعالى بالخير، فقد وافق عمر ربه عز وجل في أشياء قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان هناك محدثون فإن يكن من أمتي فهو عمر. ألا هذا قال بفراسته فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، وهذا قد قاله ناس فيما بعد لكن لم يكن في زمن عمر رضي الله عنه. نعم. وهذه المسألة يعني الرجم والمسألة الخفين وتقصير الصلاة، هذه من مسائل العقيدة أم من مسائل الأحكام؟ هي في الغالب أحكام، لكن التصقت مع عقيدة بعض الطوائف الضالة،
فالرجم أنكره الخوارج وأنكره المعتزلة هؤلاء، كذلك مسألة الخفين الروافض الشيعة أنكروا، وتقصير الصلاة في السفر أيضا أنكرت بعض الطوائف، فلذلك دخلت في عقيدتهم هذا الشيء، ولذلك ذكروا لأنها من المسائل التي وراءها مفاسد كثيرة في الأمة، قد يكون تفرق في الأمة. إذا كان شخص يرى أنه لا يجوز المسح على الخفين والإمام قد مسح على الخفين يصلي به، لا يصلي وراءه، فيحصل تحصل الفرقة بين الأمة. كذلك تقصير الصلاة في السفر هذه سنة، قال سنة تقصير الصلاة لا شك فيه، أنه يعني قوله تعالى الآية الكريمة يا لا جناح عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيكون القصر هذا من هذه من الآية ثابت، القصر في السفر، وهي الرباعية تكون ثنائية، ولا يصلى وراء قبلية وبادية من الرواتب أو السنة راتبة، ويكتب له أجره كما جاء في الحديث إذا سافر العبد أو مرض وما أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في حضره وصحته، فيكون يكتب له الصلاة كاملة إن شاء الله فريضة ونافلة وراتبة أيضا، ويكون تقصير الصلاة في السفر سنة. هل يجوز أن يتم الإنسان؟ كذلك والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. لا شك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فيكون الأفضل أن يقصر وكذلك يفطر في سفر، لكن إذا أتم وإذا أفطأ إذا صام فقد أجاز العلماء. نعم. ولا بأس بالصلاة ولا بأس في الصلاة في بالسراويل في السراويل. نعم. لماذا السراويل؟ لأن هناك بعض منهم الظاهر الشيعة لا يجيزون الصلاة بالسراويل، الروافض الشيعة هؤلاء لا يجيزون الصلاة في السراويل، فهذه مسألة قضية صارت عندهم. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يجد الإزار فليلبس في الحج السراويل، لم يجد إزارا فليلبس السراويل، والسراويل يلبس يصلي فيه ويحج فيه كل شيء. فالقول بأنه لا يجوز في الحقيقة هذه أشياء قد قالوها تقليدا لمن ضل منهم أو عنادا وإنكارا للسنة. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. نعم. لا شك في أن هذا هو كانوا يقولون. ماذا كانوا يقولون هؤلاء؟ قالوا أما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إن آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فكان يخفي أو كانوا يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، لا إله إلا الله والصلاة وحتى الزكاة وغيره كانوا يعطون، وكثير منهم كان قد أخفي أمره حتى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فكان يعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر رضي الله عنه يقول أبي الله يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أقول لأحد بعدك أبدا، لا يريد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكانوا يظهرون الإسلام بأعماله الظاهرة ويبطنون الكفر. وهذا ما دام كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم المسلمون أنهم يكونون امتدادا لمنافقي المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيدخلون في صفوف المسلمين فينادون ربما وبالفتنة أو فتن أو أمور لا تتعلق بدين الله بشيء. نعم.
واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. نعم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. جميع شرائع الإسلام. هنا أن الدنيا دار إيمان وإسلام. نعم، الدنيا التي يسكن فيها المسلمون فهم فدارهم دار إسلام وإيمان، والتي يسكن فيها الكفر والكفار وهم يعني هم حكام فيها، فهذا دار الحرب أو دار الكفر، قد يكون دار الكفر ويكونون معاهد ومعاهدين ومصالحين، فيكون دار الكفر، وإن لم يكونوا صالح المسلمين فيكون دار الحرب. فالدنيا كلها التي يسكن فيها المسلمون دار إيمان وإسلام. فأمة محمد فيها مؤمنون مسلمون. لماذا احتاج أن يبين المصنف رحمه الله هذه المسألة، وهي أيضا دخلت في عقيدة الخوارج. الخوارج كانوا يقولون أن من لم يلحق بنا ولم يهاجر من كفرناه فهو كافر، ودارهم دار الكفر، وكانوا يتعاملون على مدى التاريخ بهذه المعاملة مع المسلمين الذين خرجوا عليهم. ولذلك رحمه الله يعني ذكر هذا، لأن دار غيرهم كانوا يجعلون دار كفر، يستحلون قتلهم ويستحلون أموالهم ويسبون ذراريهم ونساءهم، فأراد أن يرد عليهم أنهم مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم، في أحكامهم يحكم عليهم حكم المسلمين بحيث يكونون لهم حق، حق المسلم على المسلم كله، والذي يكون بجوار المسلمين له حق الإسلام والمسلمين، وفي أحكامهم ومواريثهم أيضا. مواريثهم لأن الاختلاف الدين من موانع الإرث، درستم هذا اختلاف الدين، فلا يظن أن هؤلاء كفار فلا يرثون ولا يورثون، فهم مؤمنون مسلمون، يرث بعضهم بعض من بعض. كذلك وذبائحهم، الذبائح لأن ذبائح المسلمين يجوز للمسلم أن يأكل إذا ذبح المسلم ولو كان ناسيا التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا خاص فيما إذا تعمد والله أعلم ترك التسمية. وأما الشافعي رحمه الله يقول حتى لو تعمد فجاز أكله، لكن أكثر العلماء قالوا إذا تعمد ترك التسمية لا توكل ذبيحته. وأما إذا كان نسي التسمية فيؤكل، وإذا لم يعلم أنهم يجلبون إلينا مسلمون يجلبون إلينا اللحوم، هل فما ندري هل سموا الله أو لم يسموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، سموا الله أنتم وكلوا، فهم تجري عليهم أحكام الإيمان والإسلام في جميع أمورهم، في مواريثهم وذبائحهم، والصلاة عليهم. والصلاة عليهم يعني ما دام هو يسكن بين المسلمين، لا تقل لعله كافر، والناس لم يقولوا فيه أنه كافر ولم يشهدوا عليه بكفره وارتداده وكذا وكذا، فلا بد أن يصلى عليه، يصلون، لا بد أن يصلي المسلمون عليهم، وصلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى البعض فسقط الفرض عن الباقين، لا بد أن يصلى عليهم. كذلك يصلى خلفه أيضا، ما ذكر هنا يصلى خلفه أيضا إذا كان أحد من المسلمين، أما وعرف الناس أنه مسلمون مسلم يعيش بيننا فلا بد أن نصلي وراءه، ولا نقول ما ندري هل هو كافر أم مسلم. لكن هذا الفكر في الحقيقة يوجد، وأنا أذكر أن كان جاء شاب من باكستان وكان يجلس في دروسي دائما بأردو أيام الحج، أخلص دمية دروسها بأردو شهر كامل، ف
كان ما يصلي الجنازة، بمجرد ما يؤذن لصلاة الجنازة يبدأ النافلة أو يجلس. فأنا سألته قلت لماذا لا تصلي الجنازة يا أخي، من صلى على جنازة فله قيراط. ما أدري هذا كافر ولا مسلم، هكذا قال سبحان الله. فقلت اتق الله يا شيخ، هذا فكر الخوارج، وهذا الفكر خلاف أهل السنة والجماعة، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم. والصلاة عليهم لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. هنا أيضا لابد أن يكون فيه تفصيل، لا تشهد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. طيب الإيمان، بين الإيمان وبين الإسلام فرق، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الآية في المنافقين في سورة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأنت أيها الإمام تقول لا نشهد له بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، ربما يكون منافقا لكن ولم يظهر للناس أنه كافر من الداخل، فكيف نشهد بحقيقة الإيمان؟ حقيقة الإيمان، حقيقة معناه كأنك تقول أنه مؤمن حقا، فلا نشهد بهذا لأحد حتى لو كان في ظاهر أمره أتى به، لعله يكون مخلا ببعض الشرائع وبعض الأمور. هذا قول غير واحد من العلماء، وإلا فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان. نقول صحيح ناقص الإيمان، لكن قد يكون أتى بشرائع الإسلام ويكون ليس هو مسلما. فما دام ظهر لنا كما قررت أولا، ظهر لنا أنه أتى بجميع الأشياء والناس يعرفون أنه مسلم ولم يظهر خلافه، وإن كان في حقيقة أمره كافرا منافقا، ما ذلك نقول إنه مؤمن إن شاء الله ومسلم إن شاء الله. أو حتى الشخص نفسه يجوز له إذا سئل هل أنت مسلم قال نعم أنا مسلم ومؤمن إن شاء الله. إن شاء الله هنا أنت تقول تحقيقا لا تعليقا، لكن في أخيك الذي رأيت منه قد تقول أنه تعليقا، الذي ما أحكم إلا بالظاهر وعارف أنه صالح ورجل تقي وكذا وكذا، لكن حقيقة الإيمان ليس علمه إلا عند الله تبارك وتعالى. نعم. فإن قصر في شيء، لا شوية ما أدري إيش تعليقات جعلتها، لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان نعم إلا إذا عرفنا الشخص الذي أتى بشرائع الإسلام وشهد له بالإيمان والإسلام، مثل الصحابة والأئمة، ما أحد يشك فيهم أئمة الأربعة أو أئمة العشرين من التابعين وغيرهم أنهم فيهم كفر أو نفاق إن شاء الله. فأما المشهود لهم بالجنة والمبشرون بالجنة فهذا نقول هؤلاء أولئك هم المؤمنون حقا كما شهد الله تبارك وتعالى. أما مرتكب الكبيرة فيقال فيه هنا أيضا إذا كان قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. نقول إذا ارتكب الكبيرة فالمسلمون لا يخرجونه من الملة، إلا الخوارج هم الذين يكفرونهم فيقولون إنه مسلم عاصي ليس عنده حقيقة الإيمان، لأنه ظهر لنا أنه أتى ببعض المخالفات أو ببعض الكبائر. فالتعبيرنا يقال مؤمن عاصي، أو نقول أنه فاسق بكبيرته، مؤمن بأعماله وبإيمانه، مؤمن فاسق. فالفسق قد يجتمع مع المؤمن، ليس مثل الخوارج الذين قالوا إنه من أتى بمفسق فقد كفر وخرج من الملة ويخلد في النار خلودا دائما. نعم. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. نعم، حتى يموت. وفي بعض الروايات، هذا الذي نقول دائما من آداب التحقيق، أن الإنسان يأخذ ما هو الأصوب والله أعلم. بعض النسخ
حتى يتوب وليس حتى يموت، وهو الأنسب في حقيقته. يعني ناقص الإيمان حتى يتوب من كبيرته أو من ذنوبه فيكون إن شاء الله كامل الإيمان. هنا في بعض النسخ عندنا أن محققة ففيه قال في قاف يتوب، وهو الصحيح في الحقيقة. كان عندكم يتوب، كان ينبغي أن يثبت الشخص يتوب لأن هذا هو الصحيح في الحقيقة وليس حتى يموت. نعم، فالمحققين الآن يجعلون نسخة، ثلاث نسخ، أربع نسخ. أقدم نسخة ربما يكون هي نسخة الأم يقولون، والأم لا تعصى، فيجعلون خطأ أو صوابا كله يثبتونه في الأصل وفي الصواب في الحاشية. حتى رأيت أن كان حقق واحد ومعروف في الراوي عمرو بن دينار، ففي النسخة عمر بن دينار، واو ما هو موجود، عمرو ما هو موجود، فقال أثبت عمر بن دينار النافع عن ابن عمر، هذا درب معروف، فقال في الأصل عمر بن دينار فأثبته، وفي الحاشية قال وفي النسخة الفلانية عمرو بن دينار، فأثبت عمر خطأ وعمر الصواب تركه. فينبغي أن نتأدب بآداب التحقيق الصحيح. نعم، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت، وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إذا لم يظهر لك طول دهره وهو جار لك وهو متعامل معك ويكون قد سافرت معه فعرفت كله خير فلا بد أن تشهد له بالخير، لكن إذا رأيت في هذه الأثناء أنه ضيع بعض شرائع الإسلام فتقول أنه فيه كذا وكذا ناقص الإيمان، يجوز لك أن تقول هذا وليس فيه محذور بحيث كيف نصفه بتضييع شرائع الإسلام وهو مؤمن. نعم، لا بد أن نعطي كل ذي حق حقه، فحقه أنه مؤمن، لكنه إذا ارتكب كبيرة فهو فاسق بكبيرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه. نعم. وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. سنة، هذا لا شك فيه. المرجوم، وقد ثبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ماعز وصلى على الغامدية، فقال بعضهم في قصة الغامدية: يا رسول الله تصلي عليه وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسم على أهل المدينة، وفي رواية على أهل مكس لا كفتهم. فيكون لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر أنه لا يجوز فهو لا شك فيه أنه معاند مكابر مخالف لسنة رسول الله. كذلك الزاني إذا زنى، والمرجوم الزاني والزانية، أو والزاني، الزاني والزانية، ولا والزاني والزانية، الذي يظهر لي أنه المرجوم الزاني والزانية، هذا هو الصحيح، ليس الواو ليس له مقام، لأن الزاني الزانية يعني يرجمان فيصلى عليهم أو لا يصلى، لا شك أنه يصلى عليهم إن عرف دينهم وإيمانهم. والذي يقتل نفسه، والذي يقتل نفسه فيصلى عليه أيضا، لأنه لم يكفر بكبيرته هذه ولم يشرك بالله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى نام الشخص الذي جاء من حديث جابر رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. هذا الحديث أنا أردت أن أقول أن في هذه المسائل كلها جاز أن يصلي أو يجب أن يصلي الناس ولا يدفنوه بغير السلام، بغير الصلاة ولا بغير الدفن والكفن. الكافر إنما يرمى كما هو، لكن هؤلاء مسلمون وإن ارتكبوا هذه الكبيرة فيصلى عليهم، إلا أن أهل الفضل، إلا أن أهل الفضل لو تركوا ولم يصلوا عليهم
لم يصلوا عليهم تذكرة للباقين، الميت راح، لكن تخويفا للذين أمامه حتى يعرف أنه إذا قتلت نفسي إذا زنيت لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصلي أبو بكر عمر، فجاز أن يتخلفوا ويقول صلوا عليه أنتم، صلوا أنتم عليه. وكذلك من مات وعليه دين، تذكرون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل فقال هل ترك دينا؟ قال ديناران يا رسول الله، قال صلوا أنتم عليه. فقال أبو قتادة يا رسول الله الدين علي أو الديناران علي، صل عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فيما بعد فقال هل أديت؟ قال لا لم أدي، بالأمس مات. فلما أدى قال يا رسول الله أديت الدينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت الجلد. فجاز للسكران وغير من أهل القبلة أن يترك أهل الفضل كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه على الصلاة على من قتل نفسه بالمشاقص من سحام عراز كما جاء فيه هكذا. نعم. قال ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالإسلام لا بالحقيقة. نعم، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. نعم، الكافر إذا لم تعتقد كفره فهو أيضاً عليك إثم فيه، لا نقول أنك كافر، لكن إذا لم تكفر كافراً فأنت يعني خالفت السنة. فإذا مررتم بقبر الكافر ماذا جاء فيه؟ قال النبي إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، فبشروه بالنار. فلا بد أن يقول أن هذا كافر، وجب عليك أن تخرجه من الإسلام إذا كان أحد يصلي لغير الله، يرد آيات من كتاب الله وآية أو حرفا من حرفا من الحروف، أو يرد شيئا من آثار رسول الله الصحيحة ولم يتعلل بضعفه أو كذا، يعني قد يكون له عذر أن هذا الحديث لم يصح، هذا لا يسمى رادا ومنكرا، لكنه إذا كان ثابت خاصة المسائل التي فيها قد ثبتت المسائل بأحاديث متواترة فيكون أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. وإذا كذلك إذا صلى إلى غير القبلة ويجيز أن يصلي إلى غير القبلة مع العلم وليس بعد التحري، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. انظروا هنا قال لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان إلا إذا أتى بشرائع الإسلام، هنا جاء بشرائع الإسلام لكنه يقول هو مؤمن مسلم لا بالحقيقة، والذي يظهر أنه لا يشهد بالحقيقة إلا لمن جاء النص في شهادته أنه مؤمن وأنه من أهل الجنة. نعم. قال وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن. نعم. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، كل هذه جاءت فيها أحاديث صحيحة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعمر بن عبسة يقول يا رسول أي الليل أجوب؟ قال ثلث الليل الآخر. وينزل يوم عرفة كما جاء في الحديث يعني أخرج مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. حديث صحيح.
نعم. ويوم القيامة أيضا أن الله تعالى ينزل ويأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى، فلا نقول كيف ولما، أبدا لا يجوز للإنسان أن يشك فيه، فهم أو لم يفهم. كذلك مما جاء في صفات الله عامة، الذين أنكروا صفات الله قالوا إن هذه صفات المخلوق فكيف يكون يتصف به الخالق، نقول ما دمنا قد آمنا بأنه لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فذاته ليس كذواته المخلوقات، كذلك صفاته ليست كصفاته المخلوقات. فسهل أن نفهم هذا، ما دمنا آمنا أن ذاته ليس كذوات الناس، كذلك صفات الله ليس يكون كصفات المخلوقين، كما يليق بجلاله ينزل ويدنو كما يليق بجلاله عز وجل. نعم. وقال رحمه الله: وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يدع عليها قدمه جل ثناؤه. إيه نعم، الحديث واضح جدا في هذا الباب سبحان الله. أيضا أن مجيء الله كما مضى، وأما الأحاديث في هذا الباب في إتيان الله، كذلك يضع الجبار جل جلاله قدمه. الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، وهل من مزيد، حتى يضع فيها الرب العزة تبارك وتعالى قدمه، فتقول قط قط وعزتك وعزتك، ويزوي أو يزوى بعضه في بعض، فتنحسر وكأن معدتها تنكمش، الله المستعان، ما تحتاج أكثر من هذا، فيزوى بعضه بعضا هكذا. فهذا كله يجب علينا أن نؤمن ولا نستغرب ولا نستبعد من قدرة الله تبارك وتعالى. وقول الله للعبد إن مشيت إلي حرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. إن مشيت إلي حرولت إليك، الحديث واضح جدا: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي يبتس به ورجله التي يمشي به. اقرأ لنا الحديث. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي به، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم هم خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن آتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث في الحقيقة إذا وفقتم فتراجعوا في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله، قد وضعه وفسره تفسيرا جيدا في أكثر من حوالي 3 صفحات، فيعني كتاب التفسير عجيب جدا، بأن الإنسان يحس بأنه يقرب من الله، وأن الله تبارك وتعالى يدنو منه، وأن الله هو يرى الله، وأن الله يراه. الإحسان أن تعبد الله، ما هو كذا؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله كأنك تراه. فعلى كل حال لآمنا بالله: إن مشيت إلي حرولت إليك، كما يليق بجلاله، لا ندخل في عقلنا شبهة في صحة هذا ولا في وقوع هذا الفعل، لأن هذا خبر من الله تبارك وتعالى. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، كما مضى الحديث في الصفحة السابقة رأينا شرحنا. وقوله إن الله خلق آدم على صورته، على صورته، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى من؟ خلق آدم على صورة آدم. النحاة ربما يقول: لا، هذا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فآدم خلق آدم على صورته، هذا استبشعه الإمام أحمد رحمه الله.
قال كيف نقول خلق آدم على صورة آدم وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ كلام واضح جدا، ما هو كذا؟ خلق آدم على صورته التي كانت له صورة، خلق آدم على صورته. قال الإمام أحمد قال وأي صورة كانت لآدم حتى يخلقه الله على صورته؟ إنما المقصود خلق آدم على صورة نفسه عز وجل. هذه المسألة في الحقيقة لا شك فيه أنه أولا نثبت له صورة، نثبت لله صورة، وهناك المعتزلة والخوارج والأشاعرة أنكروا هذا كله، فالمصنف رحمه الله ذكر هذا وذكر أن لله صورة أيضا. والحديث الثاني القول النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة الثانية إني رأيت ربي في أحسن صورة، فيعني نؤمن بأن لله صورة. الحديث الذي فيه أن أهل الجنة أن يذهب كل واحد إلى من كان يعبده ويبقى المؤمنون في هذه الأمة، نعم، منافقوها ومؤمنوها، فياتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. كأن الله يلهم المؤمنين أن الله لله صورة خاصة، لكن في أول الأمر يأتيهم في غير صورته، أن في غير صورته التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون لي، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. فلله صورة لا شك فيها. فما معنى خلق آدم على صورته؟ اختلف العلماء في هذه في الحقيقة في بعض يعني في تأويله، أن الله تعالى صوره، هذا تصوير الله تعالى، فأكرموا كما جاء في الحديث خلق الله آدم إذا ضربتم فلا تضربوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، هكذا قالوا. وهذا أيضا تأويل، وتأويل أن هذا تصوير الله، فلا ألا يحق عليكم أن تكرموا تصوير الله تبارك وتعالى على صورته. وقيل لا نؤول مطلقا ونقول الله أعلم بما أراد بهذا، فالله خلق آدم على صورته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، الأحاديث جاءت في هذا صحيح، وفي بعض طرق هذا الحديث جاء هنا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم، احتبث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترى عين الشمس أي قرص الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته أي اختصر في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا ألا مصافكم كما أنتم، ثم انفطر إليه ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي، يعني كأن النعاس جاء بعده جاء نوم ثقيل، فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، في أحسن صورة. هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث حرف، وهو ليس صحيحا، كل الأئمة قالوا إن هذا منكر، لم يأتي في الطرق الأخرى، وهو رأيت ربي في أحسن صورة فعلمت، فوضع يده على صدري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قالوا هذا الجزء من الحديث منكر، وليس ضعيفا فقط بل هو منكر، قد خالفته الأدلة الصحيحة آيات وأحاديث، مما جاء فيه أن الله هو الذي عنده علم الغيب، عالم غيب السماوات والأرض، والله ولله غيب السماوات والأرض، كذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه الجملة تخالف هذه الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها
إثبات الغيب لله تبارك وتعالى، وإلا ذكر السورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن سورة، آمنا بالله أن له سورة كما يليق بجلاله. وأشياء، انظروا، قال: وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويد والرضا، لا تفسر. لهذا التصديق والتفويض، سلمنا وصدقنا، لكن ما معنى التفويض؟ تفويض هذا كلمة اصطلاحية في أهله، في علماء، عند علماء العقيدة، تفويض والإيمان بما أخبر الله تعالى، فقالوا نفوض، لا ننكر الرحمن الاستواء، نفوض معنى هذا إلى الله تعالى، فما يقرون معنى الاستواء لمعنى الاستواء، إنما يقولون الله أعلم بمراده بذلك، وهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، ليس طريقة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، فإن التفويض إذا أراد أنه يفوض الكيفية الذي استوى على العرش كيف وبأي طريقة، لا يكون منكرا، لكن إذا كان التفويض بمعنى معرفة المعنى أو حتى المعنى نفوض إلى الله تعالى ولا نؤمن، استوى بمعنى على، لا نؤمن بهذا، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. أي نعم، وهذا وارد، أن هناك ناسا كما ذكر في شرح العقيدة التحوية ابن أبي العز، أنهم كانوا يتخذون هواهم هو القائد في هذه المسائل في الحقيقة، فكان يفسر الاستواء بمعنى استولى، كذلك قال الآية: فلما كلم موسى فلما كلمه ربه، قبل هذا: وكلم الله موسى تكليما، فكان يقول: لا تقرأوا هكذا، اقرأوا كلم الله موسى، الله ليس له كلام، موسى تكلم، رب أرني هكذا، فينكر كلام الله تعالى. فلما قيل له: ألا تؤمن بقول الله تعالى؟ فلما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه، فهنا لا يكون تاويل، كلم ربه فاعل كلم، والضمير ليرجع إلى موسى، فبهت الذي كفر في الحقيقة. نعم، فهو جهمي، فكان ينكرون بهواهم أشياء كثيرة مما آمن به الله، ما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذات الله تبارك وتعالى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم إن شاء الله.